المنتخب الوطني التونسي اللي بيلعب ضد المنتخب نيجيريا. اكيد تنجموا تتفاعلوا معنا في اخر الحصه من خلال الرقم 71725000 وتطلبونا تعطيونا ارائكم في مقابله المنتخب التونسي البارح كما قلت 71725000. الحديث عن المقابله اكثر يحضر معنا اليوم في البلاتو الصحفي الرياضي سامي العكريمي. اهلا بك سامي. اهلا بك واهلا بمستمعينا ومستمعاتنا واهلا بداري الثانيه اللي هي اكسبريس. مرحبا بك. ايضا يحضر معنا السيده وجدي السيد المدرب. سي وجدي شحوالك؟ اهلا بك اسلام. مرحبا بالاخوين الكل. مرحبا بالساده المستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا ايضا وسام العابد اللاعب الدولي السابق لاعب سي اس اس لاعب اسبيرونس. وسام اهلا بك. مرحبا بك اسلام. مرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. الزمالك وشنو اخر وسام فكرني؟ مور الوي والزمالك وسي اس اس والاسبيرونس. هذم هما. لاكم. دونك نحكيو شوية على مقابلة المنتخب أو برشا نحكيو على مقابلة المنتخب التونسي البارح. مع شكون نبدا؟ باهي وجدي كيفاش شفت المقابلة البارح هكا جلوبالمون قبل ما ندخلوا بعد شوية في التفاصيل؟ بالطبيعة يعني كنا ننتظروا أنها باش تكون مهمة أصعب شوية مقارنة بالماتش الأولاني ضد السودان لأنه فوارق كبيرة ما بين منتخب السودان ومنتخب نيجيريا. شفنا بعض الإيجابيات والسلبيات. أنا أقول بصفة عامة يعني الإيجابيات كانت فردية والسلبيات كانت جماعية يعني. وسام والله الريزلتا في الدو ماتش هما معناها تسميه ريزلتا بوزيتيف. ربحت السودان ولملت ماتش نيل ضد نيجيريا، لكن البريستاسيون بصراحه ضد نيجيريا ما عجبتنيش برشا. فما برشا دي شي، فما ديما نلعبوا بالبريدونس، ديما نلعبوا خايفين تروا بيفو، سيرتو نيجيريا معناها هو ديجا ماتش اميكال. تو نحكيو كيما قلت انت اسلام في التفاصيل من بعد، لكن البريستاسيون ما كانتش باهيه برشا. بوكو دي شي معناها بوكو معناها باسات غالطه للادرسير. المنتخب النيجيري ممكن تفوق علينا بدنيا وحتى ليزانديفيديوال نتاع المنتخب النيجيري كانت اقوى منا. تو كيما قلت لك تنزيد نحكيو عليه بعد. سامي والله شوف الحاجه الباهيه في الكوره اسلام انك دائما تتعلم. انا بعد 50 سنه كوره تعلمت اللي ثم ديسبوزيتيف تكتيك جديد هو لو 4-4-1 معناتها كيفاش جمعيه كيفاش جمعيه تلعب ب 10 لاعبين لانه مساكني ما كانش موجود البارح في المباراه. الحاجه الثانيه ما نعرفش كنت تتذكر معناتها المره الاخرى بعد ماتش السودان تكلمنا قلت لك اهم شيء معناتها من, من من اهم الاشياء انه يلزمنا نعرفه بصفه نهائيه مش انا برك الفريق الوطني ايضا والمجموعه والفريق يلزم يعرفوا شكون حارس المرمى الاول باش ما نتيحوش في الاخطاء تعرف في كاس العالم الاخيره وفي كاس الافريقيه الاخيره. ومعز حسن ويحد يلعب احنا يلعبش وداخل فضلوا على هذاك. وقت قلت هذاك معناتها عارف شنو اللي نقول. البارح تصور انه نيجيريا تسجل الهدف الثاني بينالتي تولي لعبة أخرى ونجموا ناكلوا سكور كبير. الواحد واحد مش حاجة خارق العادة وقعدنا معناتها مباراة كاملة معناتها تنحكيه بعد معناتها في الدفاع، لكن كانت نجم تكون مباراة أخرى كارثية اللي تظهر أكثر النواقص الحالية متاع الفريق الوطني. لكن جاء الوقت أنه ناخذوا قرارات حاسمة في اللاعبين اللي إن سون با كومبيتيتيف عندهم برشا واللي يلعبوا على أساميهم واللي يلعبوا لأنه ثم ناس يهبطوا معناتها يعيطوا لهم في القائمة ويلعبوهم بالسيف. بعد احنا المباراة الأولى ونكمل بعد المباراة الأولى تصورنا أنه المساكني مش يكون على الأقل بناك لا المرة هذه يلعب من الأول للآخر ما يلعب من الأول للآخر ما يخرج إلا ما يهز يده هو يقول أنا مضروب ألوركو هو مش مضروب لأنه ما عادش ينجم حتى المشيان على الملعب ما كانش معناتها في الاخر ما عادش ينجم حتى يمشي. باهي سي وجدي خلينا نحكي الحديث معاك على التشكيله، كيفاش شفت تشكيله المنتخب البارح؟ التشكيله يعني اللي لاحظته انا في التشكيله انه ما ثماش تغيير كبير في خاصه في محور الدفاع، قاعد يحافظ المدرب على نفس المحور الدفاع نتاعو وهذه نقطه استفهام بصراحه يعني من بعد نرجعوا لها كنت تحب. ثم ديزيليمون معناها كلي في ليكيب ما تبدلوش، نشوفوا في التونديم نتاع لاكس اللي هما برون ومرياح، نشوفوا الياس السخيري وعندنا الخزري، براتيكمون هذوما يعني فهمتني الكولون فيرتبرال براتيكمون نتاع ليكيب ناسيونال ما تبدلتش واللي تبدلوا براتيكمون على لي كولوار على اليمين وعلى اليسار خاصة ظهير يمين وظهير يسار. ومن بعد شفنا المساكني دخل يعني تيتولير. اظن انه ليكيب ستون ايكيب تكنيك كي نشوفوهم الكل
ملاعبيه تكنيك ما معناها لاباس بهم، ما عندهم امكانيات فنيه محترمه خلينا نقولوا باش ما نقولوش حاجه كبيره. اللاعبين الاجانب بيتو الاجانب اللي يلعبوا في البطولات الاجنبيه واللي يشاركوا معنا يعني لاول مره، ولا كيما بن سليمان كيما رفيعه فهمتني قدموا مردود ممتاز. ماهوش صدفه اذا كان احسن عندي انا احسن زوز ولا ثلاثه ملاعبيه في الماتش اللي فات كانوا هما اللاعبين اللي جاوا من البطولات الاجنبيه، معناها دراجر كان ممتاز جدا، رفيعه وبن سليمان باقل درجه بالنسبه لي انا. ثلاثه ملاعبيه هذم او دوسو دو لو بون، ثم سخيري بيان سور استنسنا بيه. هما تقريبا تشكيل الكل ما فماش من تونس شكون تقريبا؟ لا ما فماش، هو ثم كان في الماتش الاول ثم كشريطه برك. بالضبط الماتش الاول كشريطه برك. بن شريفي. اي انا الحارس الحراس كلهم من تونس. كشريطه والونترينور من تونس. كشريط والونترينور. اي دونك هذا ممكن نقطه تفاهم زاد نقطه نجموا نتناقشوا فيها، ثم ناس معاه وثم ناس ضد يعني ديما سي ديسكوتابل فهمتني، لكن ممكن نعطيك فكره زاد على الشامبيون نتاعنا. ممكن نعطيك فكره على الشامبيون نتاعنا. الملاعبيه ضمه بالنسبه لي انا يعني كسب للفريق للمنتخب، يعني رفيعه ودراجر يعني قدم ماهوش جديد دراجر لكن قدم شوط اول ممتاز جدا. انا كنت نتمنى كي لعبنا في الشوط الاول كان دراجر ممتاز من الناحيه الهجوميه، الشيره اللي صار معناها اليتي براتيكمون نول، معناها ما ثم حتى شيء بالنسبه للحدادي، ما قدمش مردود بصراحه جيد لا دفاعيا لا هجوميا فهمني. كنت نتمنى نشوف علي معلول ودراجر الاثنين يلعبوا مع بعضهم باش نشوف الكومبورتمون اوفنسيف تاع ليكيب. يا وجدي ممكن في معناتها لي كونسيني دو باز، معناتها لي كونسيني الاولانيين قال لدراجر انت اهبط وقال معناتها لاسامه الحدادي، خاطر اسامه الحدادي ناتوريلمون مستانس يهبط. البارح ممكن pour faire de l'équilibre ولا pour prendre le moins de risque. انا ظهرت لي اني ثم دي كونسيني البارح انه اسامه الحدادي ما يهبطش، هذا يا رايي انا. انا انا ما نتصورش انت ولا الاتاك ولا انت اي كيف مطلوب حتى وقت جات الفرصه، حتى وقت الكره تمشي على اليسار ولا تخرج من اليسار نون سولمون هو ما يهبطش، وبن محمد زاد معاه، بن محمد زاد معاه ثم معناتها الي اون كوفرتور دانارير لاتيرال، دانارير لاتيرال اللي ديجا ما هبطش سامحني. وسام تعتبر البارح علي معلول خذا فات الحدادي معناها ولا هو ثبت روحه كرقم واحد في المنتخب، خاطر الحدادي ما عملش ماتش كبير والا يفرق انك تلعب ضد السودان كيما ضد نيجيريا. اسامه كان قريب الكبير البارح معاه وانه مع علي معلول بالعكس ممكن هكاك صحيح، لكن نحن نحكيو نكومباريو بين دو اريير لاتيرال جوش، كومباريو بين معناها تو عندهم يلعبوا تو قداش من عام معناها ملاعبين الزوز. شوفوا اللي علي معلول بصراحه يتفوق على اسامه الحدادي، خاطر علي معلول نشوفوه حتى البارح اسامه الحدادي في الماتش فما ربع ساعه لعب في الجيمي تو فما خمسه باسات غلطين، حتى المذيع اللي يتكلم البارح قال عليهم واحنا نتفرج عليهم وشفناهم. انت تلعب في النيفو هذاك وتلعب في ديجون ولا تلعب في تركيا وانت ملاعب انترناسيونال في ربع ساعه خمسة ماتش خمسة باسات غالطة معناها سي ترو بصراحة. معناها تقولي لادفيرسير وبرا لادفيرسير، نحن نلعبوا ضد نيجيريا ماتش اميكال ماكش شكل انت عندك اكسبيريونس ملاعبي تو ما عادش صغير عندك اكسبيريونس كبيرة، ما تنجمش تعمل لي دي شي في ماتش اميكال وضد نيجيريا ماكش تلعب ضد البرازيل انت ولا في ومعناها وماتش ديسيزيف تلعب باليز. صحيح الريزلتات لازمك تعمل ريزلتات، مي البارح اسامة الحدادي ما عجبنيش برشا حتى اوفونسيف حتى ديفونسيفمون. ان كونتر نجم يعدي فاسيلمون لاتاكون معناها ديميت كلوار كيما دراجر زاد دراجر طلع وعمل انا تشوف اليوم مارير دروا معناها يمركي بونتو معناها حاجه باهيه برشا، خاطر نحب لي كونديسيون تاع البارح صحيح لي كونديسيون تاع البارح ويطلع ومركي بونتو. تشوف انا احنا ما مش لاتاكون اللي هو ملزوم باش يمركي ديما ولا الدومي ولا ريجيستور اريير بيفو نجم يمركي. البارح شفنا دراجر عمل ميتون كبير، لكن فما ساعات ان كونترون خاطر يتفوق علينا منتخب نيجيريا في لي زانديفيديو كيما قلت لك قوي وبرشا فيزيكمون قوي وبرشا تفوق علينا برشا. حبيت نحكي حاجه سلامه حاجه اخرى على التكتيكمون، ممكن البارح راهو نلعبوا معناها في عباره ديفونسيف نلعبوا تروا بيفو معناها الصخيري وبن محمد. شوف بن محمد شنو هو يعمل في التشكيله معناها
ريليير بيفو ثلاثة بيفوات على شنو؟ اي سيرتو البارح الملعب سي سامي ماكريتو ضيق برشا الكل معناها مش تحصر في الوف... علاش ما تلعبش ما علاش تروا بيفو؟ هذه جستيون بن محمد جستيون عملها لومير من اللي جا نجح فيها وانا معاهم وقتها ونجح فيها تروا بيفو وهز بها كوب دافريك 2004 ومشى بها كوب دي موند. اي مش عنده القدام. اما صحيح شنو عنده القدام؟ شنو عنده في اللاك سنترال؟ صحيت عندك بن عاشور وقتها في فورمه كبيره. وسام شنو تشوف؟ معناها تشوف دو بيفو معاهم ديس حتى في العالم ما عادش فما ديس. مش ديس احنا البارح نلعبوا غير اتاكون. الخزري ومساكني. خلينا في الوسط الساعة تعمل جولة اتاكون. انا النجم نلعب اتاكون بوانت وتجي تشوف انت تقول بنك ما فيش اتاكون. في الوسط قلت ما عادش نلعبوا كاتر وات ولا اسمعني. دو بيفو. ايوا معاهم ديس. هكا اش تقصد معناها؟ يا اخي انت الخزري ولا يوسف اش يلعبوا انت؟ صحيح يلعبوا واحد منهم هما زوز امبارح يلعبوا شنو يلعبوا؟ واحد يوسف ساكن ديما يلعب هكاك. يوسف يلعب على اليسار ولا يجبد على اليسار ولا يجبد ولا الخزري يشد بلاصته وتلعب اتاكون. اذا هذا تحب تمشي ما قلقناش راهو ميتون لو ما قلقناش نيجيريا جمله ما قلقناش نيجيريا جمله كيما قال لك سامحني سي وجدي كيما قال لك كانت مركل بونتو الثاني تولي معناها هو كارثه معناها خاطر بصراحه متفوقين علينا بدنيا وفنيا. بعد كي مركينا البونت رجعنا شويه حتى تجمي طون راهم قاعدوا يجاريو في الماتش للاخر دقيقه باش على الاصابات مكرينا ممكن شويه اصابات ملاعبيه تلعب في السي اس ليستر سيتي وملاعبيه تلعب في جمعيه قواو نيجيريا كان حباو يقويو علينا. سامي اش حبيت تقول؟ لا اش حبيت نقول شوف نتكلموا على شوف دائما الوان نقاش باهي في الكوره. النقاش باهي في الكرة لأنه ديما ثم معناتها كل واحد يشوف شوف الصحافي ما يشوفش كيما المحلل. المحلل ما يشوفش كيما المدرب اللي يبدا على الملعب. تعرف وقتها تقعد على الملعب وقت تقعد تشوف أقل كرة وقتها تشوف الفوق الديسبوزيتيف يبدا ظاهر قدامك برشا. خلينا نحكيو احنا التركيبة نتاع الميليو تيران. انا ديما نحتاط من الخطابات نتاع المدربين بعد يجي يقول لك انا هبطت الدومي هذاك وهذاك قلت له قدم والاخر قلت له وخر والاخر قلت له امشي مع صاحبك وكل تبقى متنان ثم الخصم اللي قدامك وثم الامكانيات تاع الجمعيه نتاعك. البارح الشيء انا اللي صدمني وقت تشوف وسط الميدان نتاع تونس راهو معناتها كوسوسوا سخيري وبن سليمان وبن محمد ورفيع لعبوا كلهم سور لا ميم ليني ايلز ايتي ا 25 30 متر من حارس المرمى نتاعهم كلهم واقفين بالعرض كلهم معناتها كلهم واقفين بالعرض وإلا كان ما ثماش دراجر وقدم الكرة كلهم يلعبوا بالعرض بور موا الواه هذاك اللي يقول لعابد معناتها صحيح سور لو تيران سكي سي فيريفي انهم تو افي مش تروا بيفو ديفونسيف سيدي تو افي كاتر معناتها بيفو ديفونسيف لانه حتى ولا كان رفيع و حمزه رفيع حمزه رفيع وبن سليمان عندهم امكانيات فنيه لكن في الكونفيغوراسيون هذيك مع منافس اقوى تعرف اللي الشوط الاول كل لعبنا دون نو 40 ديرني متر في ال 40 متر نتاعنا الاخرانيين والا كان مشاو كور خمسه سته كور مشاو لل 50 متر نتاع الخصم لانه اما دراجر مشى قدم وهز الكره والا كره طويله تخرج على فيغليت لا تخلت لا للخزري لا تخلت للواحد لذا معناتها الديسبوزيتيف هذايا انت تكلمت على حاجه مهمه برشا اللي هي ديزون سكون ابل لانتر جوش ولا نمرو 10 في الكونفيغوراسيون هذيا خاصة وقت تبدا عندك المساكني في الحالة نتاعو هذيا وتلقى عندك معناتها الخزري اللي براتيكمون وحده النيمورو 10 كلاسيك معناتها كلكا اللي افيك اون سول توش دو بال خلاف يلزم ان رولير افيك اون سول توش دو بال تنجم تخرج الكرة وتتخطى لليني نتاع الواحد تبقى البارح سيتي امبوسيبل اللي يافي ما بين وسط الميدان نتاعنا وما بين زوج المهاجمين نومينو نتاعنا ثم 40 متر ما فيها حتى ملاعبي تونس وصدقني عاودوا تشوفوا المباراه الكره ما خرجتش مش من وسط الميدان نتاعنا ما خرجتش من لي 40 معناتها من لي 40 متر نتاعنا جوست حبيت نقول حاجه من الاسباب اللي خلات الشيء هذا يصير بن محمد
سامحني معناتها البريستاسيون نتاع مساكني والبريستاسيون نتاع بن محمد. بن محمد البارح لا فك كور، ماتش الاولاني زاد لا فك كور، نعمل رولونس لا غطى بالكدا على الحدادي، وحكينا على الحدادي والاخطاء نتاع الحدادي كو سوا معناتها في تخريج الكره ولا او نيفو ديفونسيف. دونك التركيبه الاولانيه غلطه كلها. وبعد اذا كان انت باش تجيب معناتها رفيع وبن سليمان، اما مش تحطهم دون دي كونديسيون فافورابل باسكو سي دي جوار عندهم في ساقيهم وعندهم تكنيكما واحد وكل، كان مش تحطهم في لي كونديسيون هذوما تنجم تجيب نامبورت كي وتحطوا غادي. سي وجدي خليني نسالك وبعد نسيت قول لي بالنسبه لبن محمد الماتشات المشكل البارح اللعبه من كل في البوست هذيك مع المنتخب ما عطاش ساتيسفاكسيون معناها. انت كفني شنو تخلي تشوف منظرك باهي يخليه يحط بن محمد في البوست هذيك، ولو انه عندنا احمد خليلي ديما في منتخب بناك محمد امين بن عمر. لا سورتو احمد خليل هو راهو بن محمد على باز راهو هو هذا البوست نتاعو ستان بيفو راهو فهمتني في المبعد اصلي الي بعد واخر صحيح بلوتو ستان دومي ورجع ارير جوش فهمتني ولعب مليح ارير جوش في الترجي هذا مش مليح وكل شيء فهمتني. المشكله في مش حكايه 4-3 ولا 4-2-3-1 بن محمد في الديسبوزيتيف هذا قام بواجبه ولا ما قامش راهو يسيفي باش ملاعبي ما يقومش بواجبه راهو يفسد الديسبوزيتيف الكل. اذا كان المساكني ما يعاونش مثلا في الديفونس وانت تلعب جور دو كولوار راهو سو البلان ديفونسيف تضعف يضعف الفريق في الفلان غوش فهمتني نتاعنا. اذا كان بن محمد تلعب افيك 3 جوار معناها بجنب بعضهم الصخيري بن محمد وبن سليمان ولا غيره، يعني اذا كان انت ما تطلعش في الهجوم وتساند الهجوم راهو بن محمد ما ريناش ماتش كامل في 18 متر ادفيرس، راهو دراجر تخلى 18 متر تاع ليكيب ادفيرس اكثر من بن سليمان ومن الصخيري ومن بن محمد، الوغ ستان اريير وهما دي دومي، معناها من المفروض وقت تلعب بالصخيري فيكس لوجيكمون بن سليمان وبن محمد ورفيعه والمساكنه وخزري نهاجموا على الاقل بخمسه سته لاعبين، بن محمد ما دخلش منطقه 18 متر تاع المنافس جمله، فهمني سو لو بلون ديفونسيف ما عملش مباراه قويه، ما عملش مباراه ناجحه، غلبوه في لي ديوال فهمني لي جوار تاع نيجيريا الكل، دونك ثم يصير ديزيكيليبر وقت تلقى زوز ملاعبيه في فلون واحد ماهمش قايمين بالواجب 100% اكيد باش يصير ديزيكيليبر وشنو تديها. حاجه اخرى مهمه بالنسبه لي انا ليكيب مش عارفه شنو هي الزون اللي تفك فيها الكره، كان نشوفوا ليكيب في الميطا الاول نلعبوا الضغط على حمل الكره ونجري ونطلعوا لقدام ونمشيوا لهم وكل شيء، ميطا ثاني رجعنا براتيكمون للزون نتاعنا 30 ولا 35 متر الاخرانيين. مانيش فاهم انا انت باش تلعب ضد تنزانيا المفروض مانيش باش نرجعوا تالي ونفكوا كوره باش نلعبوا دي كونتر باش نعملوا حاجات، المفروض احنا باش نلعبوا لو جو دو بوسيون معناها لاتاك بلاسي ضد تنزانيا اللي ما تفوقنا في حد شيء تنزانيا، فهمتني المفروض حتى في تونس والبرا لازمنا نفوزوا عليها، دونك المفروض نحضروا احنا قاعدين نحضروا في الماتش هذا لانه الماتش الجاي بعد تنزانيا يا ما نعرفش في مارس 2021 فهمتني، دونك المفروض احنا نخدموا معناها نعملوا لو بلون تاعنا ولا مش بلون جو، بلون جو نجم نقولوا خاطر هو ماتش ولا اثنين، فهمتني حسب ليكيب اللي باش نلعبوا له، دونك لوجيكمون يلزمنا نلعبوا لقدام، يلزمنا احنا ناخذوا الكره ونحتكروا الكره. فما منافس هذا، فما منافس هذا سي واجدي. لا اي مساء هو محترم امبارح منتخب نيجيري. راهو امبارح نيجيري ماهيش نيجيري رد بالك راهو ناقصه. ناقصه زوز ملاعبيه، فما نجوم في منتخب نيجيري. فما فيها ديستكروستر. فما اي او بي يلعب كان في ارسنال، فما او سيمان اللي ماكل بونتو كيف كيف يلعب في ليستر كان في السيتي. هذا الميطان الاول لعبت وشديت كوره. فهمتني؟ جوست ملاحظه ملاحظه صغيره. فما لاعب اخر خسرناه في الديسبوزيتيف نتاع البارح. الصخيري مستانس يقدم. الصخيري مستانس مرات تلقاه معناتها تلقاه ورا لي زاتاكون تاعو دون دي زاكسيون دو جو. انت وقت تحط الصخيري قدام مرياح وقدام براون وقول له ما تحركش من غادي. ومعناتها انا ذكرني شويه في الكوب دي موند معناتها 78 عاد ما جيت شتالي ما كانش عنده وقتها كانوا ثم ليبيرو ما كانش عنده ليبيرو دونك حط الجبالي وحط الجندوبي وحط قدامهم القاسمي. البارح معناتها كوم سي إلي تي في معناتها في الرول نتاع القاسمي اي وغميض وينو والعقربي وينو طارق وينو معناتها ان يافي با دي جوار كابابل باش يمشيو لقدام. الصخيري دونك البارح زاد سامحني قسيت عليه خسرناه في المانوفر دو لا رولونس وحتى في الكوفرتور على لي زاريير سونترو شفنا البارح شنو اللي صار
معناتها حتى في الكوفرتور ما صلحش برشا لانه اي نيتي با دون ان رول ناتشورال. سي واجد. كي نلعبوا في الجو دو بوسيون ولا لاتاك بلاسي راه ثم ان اليمون تري امبورتون لازم يتوفر نهار الماتش اللي هو الميتريز تكنيك. راه كان ما عندكش اون بون ميتريز تكنيك ما تنجمش تلعب الجو بلاسي، ما تنجمش تلعب معناها بوسيسيون دو لا بال اذا كان ما عندكش اون بون ميتريز. اور البارح في الدوزيام ميتون شفنا ياسر ديشي في اللعب، ياسر الكره الضايعه. ضيع من اتاكون ممكن، ضيع من اتاكون اوفونسيف في فاز اوفونسيف قدام ممكن، لما يضيعوها لي ديفونسور اللي بيفو سا سي غراف، ما عادش تنجم تخرج بالكوره. والناس يقولوا علاش ما ناش قادرين نخرجوا بالكوره؟ تعرف ما نخرجوش بالكوره خاطر ثم ديما ان ديشي، ثم ديما اون موفيس باس، ثم بريسيبيتاسيون، ثم حاجه خلت الكوره ديما تضيع. وكي تضيع الكوره ديما فريق يفقد حتى الثقه في نفسه، فهمني؟ ما عادش ينجم يولي وقتها يرمي كر ولا يطيش فيهم الكر، فهمني؟ وكي تلعب انت جو بوسيون ولا لاتاك بلاسي، عندنا احنا نسميهم الاليات بالعربي نتاع لاتاك بلاسي. يا اخي نلعبوا اتاك بلاسي سي بيان باهي، ومن بعد كي نخلطوا لزون ادفيرس وينهم الاليات الهجوميه باش نلعبوا بهم؟ وين الباس في الانترفال؟ وين الباس في ظهر المدافعين؟ وين اللعب على لارجور دو تيران؟ وين التير او بوت؟ شفنا التير او بوت وين الاتاكون كي فيكس لا ديفونس سنترال ادفيرس؟ ما ثماش وقتها ما عندكش ما عندك هو حتى ضد السودان ذكر وقت حكينا على فونسونت معناتها ما ثماش حتى واحد بالاسم il fixe la défense adverse. La défense adverse تلعب complètement à l'aise. L'اخر ديما معناتها خزري بعيد 30 متر لأن الكرة ما تخلطش. المساكني معناتها سي لا ميم شوز. كيفاش تحب تلعب؟ كيفاش يكون عندك ان جو داتاك؟ كيفاش تحب توصل الكرة؟ كيفاش تحب واحد il fixe la défense يقدم معناتها يهز أصحابه معاه وكل au niveau de l'attaque. البارح جوست كلمة الأخرانية كنا أضعف بكثير من ماتش السودان، لانه ماتش السودان شفنا سابيا مارشي مع كشريده ومعلول والخزري البارح يا معناتها سيتي لو نيون، البارح يا اوكان جو داتاك. وسام شحاب تقول؟ شوف اسلام انت تو منتخب ونورمالمون عندك عندك جوارات السيليكسيون احسن ملاعبيه لازمك تجيب. اليوم احنا في تونس كيما قاسي وجدي شوف النيفو نتاع الشامبيون نتاعنا ما عندنا حتى تاكون. هو سامح بالضبط سامح كي على المهاجم ما عندناش حتى مهاجم في تونس تو. علاش انت اليوم تحب تلعب كيما قال لك اتاك بلاسي دو دومي كولوار وريجيسور تقول لي ريجيسور بكري ريجيسور تي ميسي 10 ديبالا 10 معناها ملاعبيه تحكي لك في العالم 10 ما زالت موجوده ما تقوليش ما عادش موجوده. ودو دومي كولوار واتاكون اللي رزين تركز عليه وتاخذ رميز وتمشي تبني عليه الهجم. البارح ميتون كامل راهو شوف انت يا اسلام البارح تفرجنا الناس كلها على الماتش ميتون كامل ما فما حتى سوليسيون في سوليسيون القدام سوليسيون دي سوليسيون تاع بونتو تقول هذا طلع من دومي طلع من رجع من اتاكون باش تمد له كوره ما فماش راه تفرجنا عليه الماتش ونعرفوا الكوره ونفهم الكوره وحتى انترونور تاع المنتخب مش يتكلم يقول لك حاجه راهو نعرفوه هذا شنو اللي معز الهدف نتاعنا ال بن محمد كي حكينا فيه راه ديسبوزيسيون غالطه ما تقوليش كيما قال لك سي سامي بعد يجي تيتربوزي يفسر لك ما عندك ما تفسر خاطر راه البوست هذيك غلطه. البارح ما عندناش حتى سوليسيون قدام سي وجدي ما عندناش دي سوليسيون تشوف حتى سوليسيون تكتيك صحيح تشوف انت مساكني يمشي تشوف الخزري كيف كيفاش باش تمركي انت سيدي كيفاش باش تمركي طلع بن سليمان ولا بالرفيعه عمل جيست تكنيك معناها معجزه نتاع انديفيديال خرج الدراجر دراجر كان ما جاش كان جا اريار دروا اخر ميت بلانجيش راه ما يلقاش روحه غادي بلانجي دراجر اغلب الطلعات اللي طلعهم مشى باش يماركي صحيت مشى باش يماركي وتخلى التزيمات ما مشاش يعمل سونتاج ولا حتى ما حدا لا ريسبسيون مازلنا باش نحكيو مازلنا باش نحكيو عن وسام سامحني انت مازلنا باش نحكيو على المنتخب مازلنا حتى المطلف ونص وقت الاخبار وبعد مواصلين في فير بلاي حتى المطلف ونص Express. Express FM, créateur de valeur depuis 10 ans, et l'aventure ne fait que commencer. Et on prie ma bonne tièse. Club Express. مهدي كاتو كامل فريق كلوب اكسبريس يرجعوا لكم في موسم جديد في نفس التوقيت من الاثنين للجمعه من 5 ل 7 مواكبه للاخبار الوطنيه والعالميه وتحليل الاهم المستجدات السياسيه والاقتصاديه وعوده على ابرز الاحداث الرياضيه والثقافيه بحضور كل الفاعلين والمحللين كلوب اكسبريس
اكسبريس.